إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخوتي أخواتي في فيديو جديد لقناة تيك برو. في هذا الفيديو سأريكم يعني طريقة مشاهدة روابط الـ EPTV عن طريق برنامج الـ VLC، VLC ميديا بلاير، يعني المتوفر للويندوز أو أجهزة الأندرويد، الآيفون، iOS. يعني الطريقة بسيطة وسهلة جدا، تغنيكم عن المواقع التي تتقطع دائما وعن البحث. يعني يمكنكم البحث عن روابط الـ EPTV، تجدونها في جوجل، يعني متوفرة بكثرة. يكفيكم كتابة روابط EPTV متجددة أو EPTV links، ستأتيكم قوائم بجميع القنوات. يعني هنا أنا لدي يعني لـ MBC2، رابط الـ MBC2، ننقر ميديا، أوفغيغ أنفليكس ريزو، نقوم بكنترول في أو كولي، ننقر على أونتري. كما ترون القناة تشتغل، يعني الانترنت لدي ضعيفة قليلا لكنها شغالة يعني بشكل مقبول. الانترنت انا احمل حاليا لعبة بيس ديميزيسات. الى هنا نصل الى نهاية الفيديو الذي قدمته عن طريقة تشغيل روابط EPTV في VLC. نلتقي في فيديوهات قادمة، لا تنسوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب والفيسبوك. سلام.